شرط آخرون يقولون في تجمل مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السن العام في فقط، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وإتلاف المؤسسات العامة على حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. وقد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمل مع علمه به الجرائم التي ألف استعرضوا آخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم وهم ضباط وأفراد قسم شرطة التبيين، وكان ذلك بقصد تضييعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به والإضرار بممتلكاتهم بفرض السطو عليه، بأن تجمع المتهمين وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان والموالين له في مسيرة متجهة إلى قسم شرطة التبيين على حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم للاعتداء على الأشخاص، وما أن تمكنوا من المجني عليهم حتى بادروهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما يترتب عليه تكدير أمنهم وتكييناتهم والمؤمنيات وتعريض حياتهم وسلاماتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم على النحو المبين بالتحقيقات. وقد وقع بناء على ارتكابنا بذات الزمان والمكان الجنايات والجنح الآتية: شرعوا آخرون مجهولون في قتل المجني عليهم كل منهم الملازم الأول محمد عبد المنعم دياب، مساعد الشرطة صقر عبد الرحيم زكي، رقيب الشرطة خالد إبراهيم محمد الصوت، عمدا مع سبق الإصرار لأن بيّنوا النية وعقدوا العزم على قتله، وكل من تواجد داخل ديوان قسم شرطة التبيين أو من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرام، وعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبنادق آلية أفرد خرطوش وأخرى بيضاء عصا شوم زجاجات مولوتوف، وما انضبطوا بهم حتى أطلقوا صوبهم وارد من العائلة النارية، وتعدوا على بعضهم البعض بالأسلحة والأدوات أنف البيان قاصدين من ذلك إطلاق أرواحهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه من الخطر، فأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهاب، إلا أنه خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات. محضر